الدان الحضرمي في ندوة ثقافية وفنية في سيئون، حيث استمرت لمدة يومين متتاليين بحضور وزير الثقافة مروان دماج، كما شارك فيها مجموعة من الباحثين والمهتمين في أوراق مختلفة، كان أهمها الوظيفة الاجتماعية للدان والمحافظة عليه من الاندثار، إذ يعد تراثا لا ماديا من تراث المجتمع، بالإضافة إلى أهمية التقنيات الموسيقية في غناء الدان. طبعا اليوم نحن ندشن الأنشطة والفعاليات التي يتطلبها اللي هو إعداد ملف إدراج الدان الحضرمي ضمن قائمة التراث العالمي الغير مادي للبشرية. طبعا هذه بجهود حثيثة من قبل معالي وزير الثقافة والفريق الذي يشتغل معه بهدف الحفاظ على الموروث الثقافي في اليمن بشكل عام. تأتي هذه الندوة ضمن مشروع إعداد ملف الدان الحضرمي لإدراجه ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى اليونسكو، وكان اختيار عنصر الدان لعدة اعتبارات، كونه يمثل أحد أهم عناصر الهوية الفنية، وكذلك استمراره وانتقاله عبر عدة أجيال، كما يشتمل على أكثر من عنصر من عناصر التراث. تم التواصل مع منظمة اليونسكو، وتم إقرار البرنامج الملف وإنشاؤه. البرنامج يتكون أولا من دشناها اليوم بهذه الندوة التي لديها محاور عديدة جدا تتعلق بالدان الحضرمي والفضاء الاجتماعي للدان الحضرمي والممارسة البشرية وغيره من الأنماط المستخدمة في الدان الحضرمي. لدينا ندوة دولية ستعقد في القاهرة إن شاء الله الشهر القادم، سيحضرها أهم المختصين في الموسيقى الشرقية والموسيقى اليمنية في العالم. يرى مراقبون أن هذه الندوة ساعدت على انتشار الركود في الجانب الثقافي التي تشهده البلاد، خصوصا مدينة سيئون، حيث عملت على إبراز وتنشيط كافة الجوانب الفنية والثقافية التي تزخر بها حضرموت واليمن عموما. حداد مساعد، قناة بلقيس، من مدينة سيئون بحضرموت.